الفيديو ده هنشوف ازاي الستور بيقدر يعمل ريكوست من ستور تاني علشان يصرف منه مجموعة ايتمز، وازاي الستور التاني لما بيجي له الريكوست بيقدر يتحكم فيه ويقدر يعمل له authorization. واخر حاجة هنشوفها ازاي بعد ما بيعمل authorization بيعمل issuance فعليا للايتمز دي عشان تنزل في الستوك بتاع الستور التاني. اول ما بدخل على الابليكيشن بيطلب مني ادخل اليوزر اي دي والباسورد. اول ما بدخل اليوزر اي دي والباسورد بيفتح لي سكرين تانية عشان ادخل فيها الريسبونسابيلتي والفاسيليتي اللي هشتغل عليها. بنختار انفنتوري مانجمنت وبختار الفاسيليتي. لما بدخل على الريسبونسابيلتي بتاعتي بدور في المنيو على الفانكشن بتاعتي، ندخل هنا على ترانزاكشنز، نروح عند ايشو ونختار كرييت ريكويست. لما بدخل على الفانكشن بتاعتي دي الهوم بيج، اول حاجه بعملها بدخل على الهايبر لينك ده اللي هو دوكيمنت، وبدخل الدوكيمنت تايب. احنا كل ترانزاكشن عندنا بيكون ليها دوكيمنت معينه، والدوكيمنت دي انا اقدر اعمل لها كونفيجريشن وادخل هنا اكتر من دوكيمنت وادي اكتر من مسمى انا عايزه. انا دلوقتي عندي هنا الدوكيمنت دي بس اضغط عليها، يظهر عندي بعد كده فروم ستور وتو ستور. انا هنا من اسم الفانكشن انا بكرييت او بعمل ريكوست، فبالتالي الفروم دي بتمثل الستور اللي طالب الايتيمز دي او الستور بتاعي انا، فهختار الستور ده. والتو ستور مقصود بيها الستور اللي انا ببعت له ريكوست عشان اصرف منه، فهنختار ده وندوس اوكي. بعد كده بعمل سيرش على الايتيم اللي انا عايز اطلبه، بتفتح عندي السيرش سكرين دي وبختار السيرش كرايتيريا بتاعتي وبختار ايتم نيم وبكتب هنا اسم الايتم وادوس سيرش. بعدين بيظهر لي هنا الايتمز اللي فيها 3 او 4 حروف اللي انا كتبتهم، انا هختار اول ايتم. وبعدين هنا هشوف الريكوايرد كوانتيتي. هنا لو ناخد بالنا هنا دي زي conversion units، يعني انا هنا لما اخترت بوتل هو هنا بيقول لي 120 بوتل، 120 ملي بتمثل لي 1 بوتل، فانا لو دخلت هنا 3 هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 360. هو اعتبر ان كل 120 بوتل بتمثل لي بوتل واحدة، فانا عايز 3، فيعني حسب انه عمل ملتيبليكيشن 3 في 120 فحسبهم 360. فبضطر اخد يونت تانية، هنا دي منطقية اكتر، يعني هنا بيقول لي 1 بوتل 120 بتساوي 1 بوتل، فبالتالي انا هنا عايز 3، اضغط هنا كليك بره فحسبهم 3 بوتلز. وبعدين هدوس بعد كده اد وينزل عندي الايتم هنا بالشكل ده. انا هنا كمان اقدر اعمل اد لاكتر من ايتم، انا مش لازم كل ريكوست يكون فيه ايتم واحد. لو عايز اعمل اد لايتم تاني بعمل نفس السايكل بتاعتي، بسيرش من هنا على الايتم وبختاره وادخل اليونتس وادوس اد. بعد ما بخلص بدوس ابلاي. بيسالني انت عايز تعمل اوثرايز ولا لا، بدوس يس. بعد ما عملت الريكوست اروح في المنيو ادور على فانكشن تانيه اسمها authorize at issue store، وفي الفانكشن دي بيكون وصل الريكوست للستور التاني علشان يعمل له authorization. لو لاحظنا هنا في الفانكشن دي ان المنيو بتاعي ما فيهوش create، هو مجرد query، وده logic لان انا هنا مش بعمل creation لحاجه، انا هنا الفانكشن اسمها authorize، يعني انا already جالي request فانا عايز اعمل retrieve للريكوست، فادوس query بيطلع لي request. هنا طبعا search criteria بتاعتي وده الريكوست اللي تم بتاريخ النهارده، بضغط عليه بيظهر عندي الريكوست بتاعي. انا يعني لو دخلت على الدوكيمنت دي هنلاقيها خلاص كلها ديمد، انا ما بعرفش اعدل فيها لان هي اوريدي الريكوست جاي من الستور التاني، وانا هنا بصرف ومش هعدل اي حاجه في البيانات دي. عايز ابتدي اشتغل على الريكوست بتاعي، بضغط على الايتم ده، اول ما بضغط عليه بيجيب لي داتا معينه انا ما بقدرش اغيرها لان هي دي اللي جايه لي من الريكوست. طب انا عايز اغير في اللي يخصني انا بقى كستور، بغير في الجزء بتاع الايشونس او هنا الابروفل، بقدر احكم انا ابروف كام. هو هنا كان طالب 3، انا هنا ممكن اغيره عايز اديله اكتر او اقل، او لو عايز ريجكت خالص هدوس 0. خليني نفترض ان هي 3 وندوس موديفاي كده، خلاص فاضل لي اخر ستيج ان انا ادوس ابلاي. معلومه اخيره قبل ما ندوس ابلاي، هنا في تشيك مارك عندي اسمها كلوز ابون ايشو. كلوز ابون ايشو دي معناها في حاله ان انا ما صرفتش الكميه كامله، انا ممكن اخلي الكميه اللي اتبقت دي موجوده عندي بيندنج على نفس الريكوست واصرفها بعد كده من غير ما الستور التاني يضطر يبعت لي ريكوست تاني. لو عايز اقفل الريكوست على كده سواء صرفت الكميه كلها او ما صرفتش،
بضغط على التشيك مارك دي، وده معناه انه الستور التاني علشان يصرف الكمية المتبقية او اللي كان طالبها في الاساس هو لازم يبعت لي ريكوست تاني، وهنضغط ابلاي. هنا بيقول لي في بلانك عند الريماركس عشان هي مانداتري، هنكتب بعمل ريتريف للريماركس من هنا، دي بيبقى معمول لها كونفيجريشن، اختار ديفولت ادوس كلوز، ولازم دوس كلوز مش علامة الاكس، يعني انا بعد ما اخترت هنا ادوس كلوز وبعدين ادوس ابلاي، هيظهر لي تحت المسج operation completed successful كده. المفروض في الخطوة الأخيرة بعد كده هروح لمرحلة الـ issuance. أنا هنا عملت مجرد approval، في المرحلة الأخيرة الستوك هيتحول فعليا، الرصيد بتاع الستور اللي قابل الريكوست هيقل بالكمية اللي كانت مطلوبة، ولكن الستور التاني اللي كان طالب الكمية دي هتزيد عنده في الستوك بتاعه. بعد ما خلصت خطوة الاوثرايزيشن فاضل آخر خطوة وهي الـ issuance. هنا من عند نفس الـ responsibility ونفس السب menu هروح عند issue. issue هنا هنلاقي فيه عندها create. طيب هو أنا ينفع أعمل create على طول من غير ما يبقى عندي request ومن غير ما أعمل مرحلة authorization؟ اه بينفع. في مرحلة الـ emergency ممكن أدخل على issue وأعمل create على طول، وهتبقى بنفس الطريقة اللي هنعمل بيها request بتاعنا دلوقتي. طيب أنا request بتاعي علشان أعمله retrieve أروح عند query، يظهر عندي request بتاعي. هنا بيبان عندي الايتيمز اللي تم الابروفال عليها، يعني لو انا كان الريكوست في البدايه جاي لي مثلا 3 اصناف او 3 ايتيمز وانا رفضت 2، فهنا ظهر عندي 1، او لو كنت موافق على 2 من 3 فيظهر عندي 2. هشتغل على الايتيم بتاعي اضغط عليه. هنا انا عندي في الليفل ده انا ممكن اعدل تاني الكميه اللي عملها ايشونس، يعني انا في مرحله الاوثرايزيشن كان عندي اوثوريتي ان انا اغير في الاماونت دي، هنا كمان في اخر مرحله في الايشونس لا انا ممكن اعدلها تاني. هنا بيبان تحت الباتش بتاعتي بتاعت الدواء اللي انا هصرفه، وانا هنا دلوقتي طالب ان انا اصرف 3، او انا وافقت على التلاتة وهصرف التلاتة، فهنا بيبين لي كل البوسيبل باتشز اللي من الايتم ده. طب افرض انا عندي التلاتة دول وعندي 3 او 4 باتشز وعايز اوزع الصرف بتاعي من كذا باتش مش من باتش واحدة، فادوس هنا باتش سيرش. انا هنا بالصدفة عندي باتش واحدة، لكن لو كان عندي اكتر من باتش هعمل سيلكت على كل الباتشز واضغط كلوز، هيجي لي تحت بعض هنا كل الباتشز وهقدر اعدل الكوانتيتي بتاعتي قدام كل باتش. نروح هنا نعمل الريماركس. الريماركس دي بتكون كونفيجربل، انا ممكن اعمل ليستة من الريماركس اللي انا عايزها واعمل لها كاستمايزيشن بحيث ان انا لما اجي اختار الريماركس هنا يظهر لي الريمارك اللي انا عايزه. كده احنا خلصنا، فاضل ادوس ابلاي. معلومة أخيرة أقولها، هو إحنا بنختار ريماركس من هنا علشان دي المانداتري، فبضغط هنا وبعمل لها ريتريف، بيظهر لي دي هنا ديفولت، وزي ما قلت أنا بعمل لها كاستمايزيشن أو كونفيجريشن، وبعدين بدوس كلوز هنا بدوس على علامة الإكس، وبعدين هدوس أبلاي، يقول لي فاينلايز، هقول له يس، يقول لي الأوبريشن كومبليتد سكسسفلي. أنا كده خلاص تم فعليا تحويل الأيتم ده من المين ستور او من الستور اللي كان جاي له الريكوست، اتحول للستور اللي كان طالب الريكوست. بعد ما عملت مرحله الايشونس انا عايز اتاكد ان عمليه الترانسفير دي تمت فعلا وان حصل تغيير في الستوك عندي في كل ستور، فهنروح هنا عند كويريز واروح ستوك ستاتس باي ايتم، هنريتريف الايتم بتاعي، وهنا دي السكرين بتاعت السيرش كرايتيريا، اختار الايتم نيم للسيرش، نختار الايتم بتاعنا. هنا بيطلع لي البيانات على مستوى كل الستورز، لو عايز حاجة ديتيلد أكتر على مستوى كل ستور لوحده هدوس سيرش. لو فاكرين في مرحلة الأوثرايزيشن كان بيكتب لي في السكرين الستوك في الستور اللي بيصرف أو بيأوثرايز، والستوك في الستور اللي طالب الريكوست. الستوك اللي كان بيصرف كان المين ستور، وكان وقتها 498 الستوك، دلوقتي بقى 495 عشان قاله من عنده التلاتة. الستور التاني اللي هو الأو بي فارما كان وقتها 654، دلوقتي زاد التلاتة اللي اتحولوا له بقى 657.